السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المشكلة ديالنا مع سيدي هي نازلة إرث ديال أختنا كتسال فيها امرأة. وهل غنحكي لك من الأول ديال أختنا وكنسالوا فيه الحق ديالنا. وعندي واحد الوثيقة ديالها، عندي ما يفيد شهادة ديال الرسم الإرث التي تثبت ملكية العقار ديال الأخت ديالنا، يعني باقي فيرج مازال. وعندي واحد غنشد عليك الميكرو باش ما تشبرخ حتى هو زين سير واخا. وعندي هذا اللي توصلنا ليه في هذه الأواخر، هذه جرينا حتى تمكنا من الحصول عليه الذي يضم 12 وارثا بما فيه احنا والطرف الثاني اللي هما أولاد الأخت ديالنا. وهنا هنا غادي نرجعوا دابا، كان العقار هذا في واحد العدد ديال العقارات اخرين كان يستغل من طرف الوالد ديالهم رحمه الله عليه ورحمه الله عليهم جميعا، كانوا يستعملوا وكان يدعي بانه كانت لديه وكاله وانتم عارفين القانون ديال الوكاله، القانون المغربي، تموت وتنتهي عند وفاه الموكل. ما علينا شيء. مؤخرا درنا واحد الشكايه ديال سوء تصرف بسوء النيافه في تركه قبل قسمتها الضابطه القضائيه، ومشينا عندهم وتصنتوا ليا الله يجازيهم بخير، وكنشكرهم على الخدمات ديالهم، وكنشكر جميع الادارات المغربيه والناس المسؤولين وعلى راسهم جلاله الملك سيدنا محمد السادس نصره الله والاسره العلويه. قلت لك عندنا هذه الشكايه ديال التصرف في تركه قبل قسمتها سنتوريه، وهناك واحد انذاراني عن توقف عن قبض الاكرياء عند المكترين الذين يكترون في العقار المذكور. هنا عندنا الانذار، خلصوا في الكرا والمسائل. هي هنا عندنا طلب ديال الانذار الاول، ها هو عندنا هنايا. رغم ذلك تمادوا الى ان جاءهم الانذار الثاني، بقاو كيتمادوا قبل الاكرياء الى يومنا هذا قبل وضع الشكايه ديال السيد وكيل صاحب الجلاله. ورغم ذلك لا زالوا يتمادون في قبض الأكرياء. وهنا عندي واحد الوكاله اللي هي ديالهم، كيف وقال انه عندنا واحد الرسم العقاري في 12 وارثان، وهنا عندنا واحد سته ديال الورثه اللي كيستافدوا، وسته اخرين فينا هما؟ واش قتلوهم؟ سته اخرين يعني هما جوهم؟ هما حنا الطرف الثاني، سته اخرين ها هما مذكورين في الرسم العقاري، ها هو امامكم بالاسماء ديالهم كاملين. هنا حنا عندنا 12 وارثا، ها هما هاد الوكاله هادي فيها سته، وهاد الوكاله هادي شنو غنسميوها؟ هادي في القانون المغربي باش غنسميوها؟ هادي ماذا سنسميها؟ مزوره اما شنو غنسميوها؟ هادي وكاله مزوره، هادي يعني كاين تصوير، كاين تصوير، شوف ان كاين تصوير، كاين شي شكايه بالتصوير في الصدر؟ راه دابا مازال ما درناها شيء، مازال ما درناها شيء، حنا دابا راه بيناها ودينا بها، وانا كناشد الناس ديال القانون، وعندي الثقة في العدالة المغربية وفي القضاء المغربي، وكناشد صاحب الجلالة محمد السادس، كناشدو من هذا المنبر هذا، كناشد الناس كاملين، يتضامنوا معنا على الحق، ماشي على شيء، حنا في المغرب المؤسسة الدستورية 2023 يعني هذاك الشيء اللي كان فاسميتو مرفوض فيه شي حاجة اللي هي مخالفة للقانون، أصبح شيئا مرفوض، لقد أصبح شيئا مرفوض. واش كنطالبوا بالحق؟ كنطالبوا بالحق ديالنا، باسترجاع الحق ديالنا. كنطالبوا باسترجاع الحق ديالنا. الناس ما طلبتش انكم تفهموا معاهم طلبيا؟ درنا معاهم الحوار قبل هذا الشيء، هما في الاول شنو كنت تيقولوا؟ حنا تيقولوا واحد القضيه، والله لا الله لا حطيتو فيهم، والله لا حطيت رجليكم، والله لا دخلتوا لي، والله لا الله لا الله لا سميتو، فاذا به بقينا قلت لك كنتقاد من هنا ومن هنا ومن هنا، حتى استطعنا انه نوصلوا لهذه البلاصه هذه بعدا،
فهمتي. ودابا ما يجبش على ان الملك ديالك تماما. ودابا ولا بحال بحال قلت واحد الحاله هستيريه، حاله هستيريه كيجيو الاخ ديالي هذا، هذا بعيد منهم انا، بينهم واحد المشكل، مشكل ديال واحد المحل تجاري كيخدم لهم عن طريق شي عقد سير، ولهذا كيخدم بلاتي. هما دابا كيستعملوا هذيك الطرق ديال الشونتاج، الابتزاز، الابتزاز، ابتزاز على قبل باش يضغط علينا يتنازلوا ليهم على هذا العقار هذا. فين كاينه هذه؟ فاش من قاره، واش من دوله، واش من امه، واش من الشعب، فين كاينه هذه القضيه هذه؟ شحال كاين تقريبا من المتر؟ شحال كاين من المتر؟ ما نقدرش نقول شحال كاين، انا شي 400 متر، 400 متر شي حاجه، 400 وشي حاجه. ودابا قلت لك دابا كانوا كيبتزوا، كانوا كيبتزوا. ضغط على خوتك نازل، نازل ضغط عليهم باش يتنازل لينا، وتنازل لينا حتى انت، فهمتي. درنا معهم الحوار، ولكن يا اخي هاد الناس ماشي ديال الحوار. ومؤخرا مشاو لواحد المنطقه اللي هي مسقط الراس ديالنا وديالهم حتى هما، ديال والديهم الله يرحمهم. داروا لنا واحد، مسوا لنا بالكرامه ديالنا، داروا لنا واحد الشوهه عالميه قدام هذوك الناس هذوك. هما الى عندهم ما يثبت، الى كيسالوا شي حاجه ياخذوها، الى عندهم ما يثبت يوريونا بحال هكايا عندك باش كتسال، جيب اللي كتسال راك تاخذها، اللي غيدي شي حاجه، اللي كيسال شي حاجه راه غادي يديها. هذاك الشيء اللي كيديها بالقانون، ماشي بالقوه ديال القانون، ماشي بالقانون، بالقوه ديال القانون. ودير نيرمو جاو لهاد الاخ ديالي هذا، ما نعاودش ديك الهضره اللي زعما شي حوايج، راه غادي نعطيه، غادي نعطيه يتكلم على راسو، فهمتيني. مشاو شوهوا لنا السمعه ديال العائله، سموا شوهوا السمعه ديال العائله. نعم. الطلب ديالك، الطلب ديالنا، الطلب ديالنا المهم، بغينا حقنا. وغنعطي الكلمه للاخ ديالي، راه غادي عنده تفاصيل اكثر فيما يفيد. السلام عليكم اسيدي. هو المشكل ديالي انا بيني وبين هاد الناس هادو، بيني وبين واحد محل تجاري، واحد محل تجاري على القدام، وجاو لعندي قالوا لي اودي انت غادي تنازل لينا على الحق ديالك في هاد العقار هذا. قلت له ما يمكنش، راه حقي هذا، الحق ديالي وصروع هذا، ما يمكنش تنازل. كيفاش فين كاين هذا؟ راه ما كايناش هذه. قال لك لا خصك تنازل لها. قلت له ولكن راه ما كاينش، ماشي غير انا اللي وريت بوحدي، راه كاين ورث اخرين. قال لي لا، غير انت، غير تنزل لينا انت، انت الاخرين خلينا من الاخرين خلينا من انه ليهم بحال هكا. تنزل لينا انت، عطينا التنازل ديالك، ونخليو لك هذا المحل اللي قلت لك ديال البيع والشراء، ونخليو لك الدار ونطلعوا فيك الى اخره. انت خلنا انت هذه لا لا ما يمكنش. قالوا لي صح، قالوا لي نعطيوك اسبوع. وفكر مع راسك قد ما تعطوني انت 10 دقائق هنا فريوا. قال لك الا ما بغيتيش راه غتشوف معنا شي حوايج اللي ما عمرك باش تشوف في الحياه ديالك بحال هكا. غتشوف معنا هما هادو اللي كنشوف دابا. انتقام الله يجزيك بخير. وفي هذا الاسبوع هذا مشاو للبلد عندنا، ومشاو شوهوا بيا الزوير، ولقاو جوتات ولا شنو داك الشيء اللي كيقولوا. المهم راه عليه الله محمد رسول الله، تكرفسوا عليه. عندنا الشرف ديالنا دابا، انا عندي العائله ديالي، عندي ولادي، عندي نسابي، عندي الناس ديالي، وانا دابا كنبيع ونشري، كندير الكوميرس. الناس ديالي كيبيعوا بقاو دايرين فيا الثقه. هاد الناس هادي شوهوا الشوهه ديالي اكثر ما يمكن. الله يجزيك بخير. الحمد لله. شو الطلب ديالك؟ اخويا انا كنطالب بالحقوق ديالي، انا كنطالب بالحقوق ديالي في هذا العقار هذا، وكنطالب بالحقوق ديالي في ذاك المحل، حيت هما بغاو يخرجوني من ذاك المحل بلا والو. وانا داير عقد سير مع باهم 2019، هما كيقولوا انت ما عمرك ما عطيتي حتى ريال للبر، وانا عندي ما يفيد، عندي ورقات ديالي، عندي المسائل ديالي، وعندي ما يفيد، وعندي باش كنعطي. قالوا لي اسيدي انت كنسالوك من 2019 ما عمرك ما عطيتي للبر حتى ريال، عمرك ما عطيتي لا شي حاجه. ومشى للمحكمه، مشينا للمحكمه، مشى للمحكمه ادى اليمين بلي هو ما عمر ما شاف حتى ريال. 2021 توفى الوالد ديالو، جا عندي الدار عندي انا، كانوا عندي شي فلوس ديالهم واحد جوج شيكات. قال لي خلي غتعطيني دوك الارباح اللي موالفك غتعطيني با، وغتعطيني 1000 درهم ديال السكن، وغتعطيني واحد جوج شيكات راه باقيين عندك ديال الكريه اخرين، وشي فلوس اخرين كاينين عندك. هذا الشيء كله كاين، ولكن انت وليدي انت راه كيفاش نعطيك هذا الشيء هذا؟ وخوتك اش نقول لهم؟ انا نعطيك انت غدوا غدا يجي الاخر يقول لك تعطيني الثاني اش نقول لهم؟ قال لي واش انا ما دارش فيا الثقه، واش انا من واش انا من اللي. المهم قلت له شديت واحد الورقه، قلت له سيني لي انا باللي راك شديتي عندي هاد الفلوس هادو، وشديتي عندي هاد الشيكات هادو. وفعلا داك الشيء اللي دار لي واحد التوقيع، وانا دابا غادي نطالب بالخبره ديال التوقيع ديالو.
اللي مشى للمحكمه نكري نكري ما عطيتيني والو ما شفت والو نكرني ودا اليمين باللي ما شديت ما شدت حاجه ومن 2019 كيقول ما عمره ما شدت ريال با ديك الساعه كان باقي في الحياه على با ما عندوش فمو ديالو ما عنده باش يهضر ما كيهضر ما كيتكلم ما يقولش لي والو كيخاف يخاف مني انا هادشي اللي كاين استاذ اخويا انا هاد الناس هادو راه تكرفسوا عليا وكنطالب بالمسؤولين شوف تحقيق من هادشي هذا هاد الناس هادو راه تعداو عليا وتكرفسوا عليا بزاف كل مره صيفطي لي انذار كل مره صيفطي لي شكايه كل مره التهديد هاد الزويره قطع شبعي لهاد لازون ميموزا عين السبع ميموزا ميموزا عين السبع شكرا واحد الكلمه وصل الله يعطيك الخير انا بالنسبه لهذا الشيء اللي قلت وديت به اتحمل فيه كامل المسؤوليه اتحمل فيه كامل المسؤوليه ومن الان فصاعدا كل ما ترتب عن هذا وحملهم جميع المسؤوليه جميع المسؤوليه على اي حاجه اللي هي سميتو انا كنحمل المسؤوليه واتحمل المسؤوليه ديال هذا الشيء اللي كنقول وكنحمل المسؤوليه التي مما سيترتب عن هذا الذي قلته وما يترتب عنه لاحقا وشكرا لكم جميعا شكرا شكرا شي رساله للمسؤولين مره اخرى اناشد المسؤولين واناشد الناس ديال القانون واناشد جلالة محمد السادس واناشد كل من معنا في معنا ويتضامن معنا في على هذا الحق هذا الشيء اللي كاين خويا انا اخويا انا هاد الناس هادو غادي يتابعهم فهادشي اللي داروا معايا انا دابا راه داير شكايه غندير شكايه ديال الشهير شهروا بيا وكنطلب من المسؤولين يوقفوا معايا الله يجزيهم بخير وعاشر الملك الله ينصر سيدنا